السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد للقناة وفيديو جديد كمان في السنة الجديدة، تمام. هنتكلم فيه النهاردة على منتج شيق جدا وهو السماعة الجويوم، تمام. الموديل بتاعها هو TZU3S، تمام. هي من براند جويوم. هنتكلم عنها في الفيديو النهاردة ونعمل لها انبوكسنج ونتكلم على الفيتشرز بتاعتها. هي الحقيقة السماعة دي جات لي هدية من أحد الأصدقاء، لسبب برضه هقوله في آخر الفيديو. فخلينا بقى نبدأ الفيديو إن شاء الله النهاردة ونتكلم سريعا على السماعة ونشوف إيه الفيتشرز بتاعتها ونشوف السماعة اللي هي سماعة وايرلس شبيهة شوية بالإيربودز بتاعت أبل، يعني من ناحية الشكل يعني. انواع طبعا كتير جدا بتقلد الشكل بتاع ابل، لكن طبعا هي جويوم الحقيقه عن تجربه هي من البراندات المحترمه جدا. ممكن حتى السماعه اللي انا بسجل بيها الفيديو هي جويوم، تمام. فخلينا نبدا الفيديو ونشوف عندنا ايه النهارده. خلينا نبدا الفيديو. ورجعنا تاني. طيب بالنسبة للجويوم، هو ده الباكج بتاعتها. باكج بصراحة قيمة جدا، بتتفتح من الجنب زي ما احنا شايفين. بيبقى معاها ايه؟ بيبقى معاها الكتالوج بتاعها، بيبقى معاها محتويات العلبة، تمام. الحقيقة هي الباكج بتاعتها بأمانة شيقة جدا. عندنا ايه تاني برضو معاها؟ دي السماعة. حاجة بصراحة تحسب لجويوم ان هو مديلك معاها جراب، يعني ده مش محتاج تجيب لها جراب، ده هي السماعات معاها جراب، تمام. طيب السماعات شكلها عامل ازاي؟ نشيلها من الجراب. ادي السماعات، اوكي. تتفتح شبه شوية الايربودز بتاعت ابل. كمان الحاجة الطريفة ان الشاحن بتاعها شاحن لايتنج، شاحن زي بتاع الايفون بالظبط. يعني هي بتتشحن وايرد لايتنج وبتتشحن وايرلس لو بتستخدم لها شاحن وايرلس. وده شكل السماعة، تمام. ده الشكل بتاعها، وبتتوصل عادي طبعا في الاتجاه بتاعها وبتشتغل عادي جدا، مفيش اي مشكلة. طيب خلينا نبدأ بقى نتكلم على الفيتشرز بتاعت السماعة. هي طبعا أول ميزة فيها إن هي جويوم، فهي براند، هي مش سماعة أي كلام، تمام. هي سماعة براند. طيب بالنسبة للسماعة دي بتتميز بإيه؟ أول حاجة هي تعتبر أرخص سماعة وايرلس بتدعم نويز كانسليشن علشان المكالمات. يعني الناس دايما بتعاني في المكالمات مع السماعات الأرخص شوية، إن هي مشكلتها إن حضرتك وبتتكلم إن الدوشة اللي حواليك كلها داخلة جوه المكالمة، تمام. طيب السماعات اللي فيها نويز كانسليشن دايما بتبقى أغلى، وبتبقى يعني ستارتنج كده هتعدي ال 1500 جنيه، تمام. على حسب طبعا البراندات، لو هي يعني على قد الإيد. يعني في طبعا ساعة سماعات الأبل وسماعات سامسونج معديين جدا بمبالغ كبيرة أوي، تمام. طيب بالنسبة للسماعة دي، المفروض ان هي الستاند باي بتاعها حوالي 21 ساعة، ده طبعا الكلام اللي هم بيقولوه. بالنسبة للاستماع للمزيكا حوالي 6 ساعات، تمام. البطارية بتاعتها حوالي 320 ملي امبير، بطارية يعني مش كبيرة قوي ومش صغيرة قوي، معقولة. بتقعد ممكن تشحنها مثلا حوالي يوم او يوم ونص، تمام. بالنسبة للصوت بتاعها ممتاز جدا، هي بتسبورت كمان الهاي فاي. يعني نسبة الكواليفيكيشن اللي انت بتستخدم، يعني بتجيلك لما تستخدمها خصوصا في المزيكا، ما تسمع بيها اغاني تانية هايلة جدا وممتازة جدا في المكالمات، ودنيتها زي الفل في الجزئية دي، مفيش اي مشكلة. بتكونكت بسهولة، بتكونكت كمان ميزة برضه انها بتكونكت على الايفون عن طريق الاير بلاي. دي ميزة حلوة جدا ان الايفون بيتعرف عليها انها عن طريق الاير بلاي، مجرد ما تفتح العلبة هي بتكونكت اوتوماتيك. نسبة الديلي بتاعتها قليلة ودنيتها بسيطة. يمكن تكون السماعة دي مختلفة شوية، ان حتى معظم السماعات بتبقى التحكم فيها من فوق، دي التحكم فيها من الجنب. يعني انت بتدوس عليها كده من الجنب عشان توقف او تشغل او ده، يمكن مختلفة شوية، طريقة التحكم فيها غريبة شوية. ما بتاخدش وقت طويل في الشحن، دنيتها لطيفة. طيب هل السماعة دي من كل الجوانب بتاعتها واو يعني خطيرة
ما فيهاش يعني، هل هي مثلا ما حصلتش او سماعه ما لهاش اي عيوب؟ لا طبعا كل سماعات في الدنيا فيها عيوب يعني. هي السماعه دي المفروض ان هو سعرها الرسمي يعني ممكن مثلا يكون اقل من 500 جنيه مثلا او اقل من 1000 جنيه يعني، حسب طبعا الاسعار بتتغير. عشان كده بتكلم في ان هي سعرها رخيص جدا. يمكن انا عن تجربتي الشخصيه، يمكن صديق ليا الحقيقه هو ما ارتاحش في السماعه دي لسبب هو برضه نفس السبب اللي انا عايز اتكلم فيه النهارده، وان هي السماعه دي ما بتشتغلش، ما فيش فيها كاوتشه، السماعه دي ما بتثبتش في الودن. يعني انت ممكن لما تيجي تركبها في ودنك هي مريحه جدا ما بتضايقكش خالص ودنيتها تمام وكده، وانت بتتكلم تمام مفيش مشكله، الحياه جميله جدا وحلوه جدا لان هي مش تتحرك وانت بتتكلم، لكن بتسمع بيها اغاني بقى وبيز وترابل والحركات دي وكده، بتتحرك شويه من ودنك فتحس ان هي بتبعد شويه عن الكذا، غير السماعه الكاوتشه اللي انا بستخدمها بتلزق في ودنك ما تتحركش، وقفت طلعت قمت رحت هي خلاص لازقه في الودن. فممكن يكون ده العيب الوحيد فيها. وطبعا اكيد الكواليفيكيشن بتاعتها مش هتكون اكيد برضو بنفس جودة السماعات التانية، لكن يحسب لجوي يوم ان هي بتعمل لك سماعة محترمة جدا وبسعر فعلا على قد الايد. النهاردة الايربودز معدية بشكل كبير جدا، والايربودز كلها الانواع حتى رخيصة شوية هتلاقيها برضو سماعات بتتكلم في اقل حاجة 1500 جنيه 2000 جنيه بقى، ده الرينج الطبيعي بالنسبة للسماعات، لكن لسه شوية تلاقي ممكن سماعات اقل من 500 جنيه او في رينج 500 جنيه. طبعا دي ميزة خطيرة جدا يعني، بصراحة هي اوريدي كان نازل عليها عرض عن من خلال امازون اكتر من 70 او 80% كان كليرنس، عرض كان جامد جدا يعني، لكن هي اوريدي سعرها المفروض الرسمي ان هو كانت معديه ال 1000 جنيه و 1500 جنيه. لكن هي الفكره كلها ان هو مش كل الناس بتريحها فكره السماعه اللي من غير كاوتش، فهي عن تجربه شخصيه انا بالنسبه لي السماعه طبعا الكاوتش هايله يعني. فهي دي الفيتشرز بتاعت السماعة اللي حبينا احنا نتكلم عليها وحبينا ان احنا نخوض فيها بشكل منتهى الامانة، لكن هي سماعة ممتازة يعني، هو يدي لك معاها جراب سيليكون والسماعة بتشحن وايرلس وبتشحن وايرد وبتدي لك نويز كانسليشن وبتدي لك كواليفيكيشن وهاي فاي، تسمع منها اغاني كواليتي عالية جدا جدا جدا، دنيتها ممتازة، الماتيريال بتاعتها محترمة جدا، الكونكشن بتاعها كويس مش هتلاقيها بتقطع معاك ولا فيها مشاكل ولا فيها حاجة، ففعلا سماعة ممتازة يعني، وبتاخدش وقت كبير في الشحن، البطارية فعلا بتاعتها بتقعد حوالي يوم ونص يومين تقدر شحن وتفريغ، دنيتها جميلة جدا، بتشتغل على الاير بلاي في الايفون، والايفون مش بيقبل بسهولة اي سماعة ان يتعامل معاها بشكل جامد، فهو بيتعامل مع السماعة دي ان هي سماعة قوية. فده ملخص الفيديو النهاردة، ونتمنى يكون فيه استفادة، ومتنسوش تدعمونا باللايك والسبسكرايب. شكرا جدا لكم يا